بعدني خلصت تصوير حلقة مع ريان، أنا شخصياً حبيتها كتير للحلقة، يمكن أكتر حلقة وجعتني وبكيت فيها. هي حلقة بعد فترة طويلة كنت غايبة عم صور بإسطنبول، فهي أول انترفيو بعملها. حكينا كتير قصص، قصص بتوجعني وحكيت على صوت عالي، قصص مهضومة، في قصص انه ريان تطرق لها وحكينا عنها وانا لاول مره بحكي فيها، وبالعاده حاطه اكس وما بحكي بهالمواضيع، فالحلقه شامله فيها كثير قصص. بدي اياكم تحضروها وتعطونا رايكم. ريتا؟ ريان؟ بيناتنا اليوم ريتا مبسوطة بحياتها؟ بصراحة أكيد بدي أكون مبسوطة أنه بعده قلبي عم بدق وبعدني عايشة، لأنه في ناس بعدهم بحاجة لإلي، فأكيد بدي أكون مبسوطة بكل دقيقة، مع أنه البسط كتير قليل بالحياة، بس أنه مبسوطة أنه أنا عايشة. طيب بحياتك هلأ غير أنه عايشة، مبسوطة مع العائلة، مبسوطة بالدومين، هيك مبسوطة عامة بحياتك؟ ما فيني غير كون مبسوطة وعم بشكر الله. No way. يعني أكيد أنه قطعت بكتير قصص، بس ساعتها أنا أصلاً بقدر القصص يلي بتصير معي، أنه نعم أو قصص صغيرة شو ما بدنا نسميها، وهلأ صرت أقدرها أكتر، فأكيد مبسوطة، مبسوطة ببناتي، مبسوطة بالنجاح اللي عملته. بس أنا طبعي بقلق ودايماً عندي قلق، شو النكست، شو بدي أعمل، شو بدي يصير مع بناتي، كيف رح يكون المستقبل، عطول بفكر كتير. بس إذا بدي شيل هيدا البارت يلي أنا كاريتا كتير بحمل حالي لود فيه، لا أنا مبسوطة كتر خير الله، يعني كل شي منيح. هي الحمد لله. مرسي. هيا نرجع شوي للطفولة، شو أول مشهد هيك بتتذكريه لما قلك طفولة؟ هلأ نحن جيل الحرب، في لحظات حلوة، بس إنه أنا ماني دراما، كتير بضحك بالحياة، بس إنه هي شوي الحياة دراما يعني بصراحة. يعني بتذكر إنه أنا أول مدرسة كنت فيها، لأن كنت أنا خلقت بفرن الشباك، فكانت مدرسة المعونة، انضربت المدرسة. بس دمعتي لما إيه، لأنه قلت لي أول مشهد فدغري رحت لهون، لأنه كان سائل، يعني انضربت المدرسة ونحن كان صفنا على الملعب دغري على الكور، فانصابوا تلاميذ وهيك ما بشوف غير دم على الحيطان وكذا، وانصابت بنت اسمها ريتا، وافتكروا أهلي بالبيت أنه أنا ريتا، وطلعوا كل الجيران عند الماما وعم بيحكوها وبكي واخبار، وأنا جاي من المدرسة، ففت الباب مفتوح، فت قلت انا شو في مثل مجلس العزاء يعني بالبيت، فت قلت لهم شو في شو في، طلعوا فيني انت ما بك شيء، فقلبت على كوميك اخر شيء، بس حرام يعني انه. ومن بعدها صار حريق فرن الشباك، فنقلنا نحن اصلا انا من تنورين بس تذاكرنا من جبال، فنقلت وصرت بجبال، فمن وراء الاحداث انه نقلت صرت بجبال، فكل اللي بتذكره منه كتير حلو يعني بطفولتي كحالة بلد. طب بس يعني طب أحلى ذكرى تتذكر، شو ذكرى هيك حلوة؟ إنه بتذكر إنه بجبال يعني كانوا مهضومين هيك، كنت كتير خيل أكبر مني قريبة منه، يعني عندي صور كتير منضحك إنه ضل حرداني ومكتفة وهو عم بيضحك وعم بيعمل هيك إنه حرداني، فعطول إنه شيء مش عجبني، فكتير لما أطلع على الصور منضحك من قلبنا، إنه عطول أنا بالصورة إنه بدي أتصور بس مكتفة وأخذ الفوز إنه أنا مش راضي. وكنا نلعب هيك ونروح عنا هيك كتير صور هيك جنينة وخبار وهيك إنه مهضومين. هول القصص بتشتاقيلون؟ ايه أكيد بشتاق لقلة شغلة البال، بشتاق للحياة الأبسط، وبشتاق للبسط هو بحد ذاته، مشان هيك يعني بقول إنه الواحد لازم يعيش اللحظة بوقتها، ما يأجل شيء أبدا، يعني حتى قاعدة حلوة
إذا أنت بتقول يلا إنه راكب القعدة ومنتسلى، لا خلينا بنعملها غير نهار بتروح وما بتعملها. صح. فإنه خلي الواحد، لأنه البسط بالحياة كتير كتير قليل، فلازم نستفيد. Enjoy the moment. أكيد. كنت عارفة من وقتها من طفولتك إنك حابة تكوني تحت الضوء بعالم الضوء؟ لا. لا. شو كنت حابة تعملي أنت بصغيرة؟ يا ضابط بالجيش. عن جد؟ ضابط. إنه كنت حب البدلة والرينجر كتير. يا البابا مهندس مدني، والبابا معلق فيني كتير، بياخدني معه على الورش كان وهيك، انطر بالسيارة وجرب سوق وانزاله السيارة وكذب، قال له أنا ما دقيت فيها. ايه فكنت حب كمان هيك إنه أطلع مهندسة وروح على الورش، فطلعت غير شي كليا. بس بالبقلك أكيد. Thank you. إدي أهلك الله يرحمهم كتير دعموك وسندوك بكل فترة من حياتك؟ هلا هن دائما داعميني، بس بالمرحلة يلي بلشت فيها بهيدا الدومين لا ما كانوا داعميني. أوف. يعني إيه البابا كان مخصص بفرنسا وكل شيء، بس لما رجع على لبنان رجع ابن تنورين، يعني ممنوع تروحي وممنوع تجي، وهيدا الدومين كله إنه كيف يعني كيف انه بنته بدها تفوت تصور دعايه، او بعدين صار دعايه بعدين رحت انه عرض ازياء وهيك، ابدا ما كان مع الموضوع. الماما تروح معي وما بعرف شو، اخواتي اللي كانوا داعميني لانه شابين انا وحيده واكبر مني، فهن على طول يوقفوا بوج البابا ليه وشو بيصير اذا، يعني هيدا الشيء ساعدني. هلا بعدين صار يفتخر فيني مثلا مس ما بعرف شو كذا، يمسكوا الجريده ويبلشوا انه طالع صورتي، صاروا ينبسطوا فيني، بس على طول في الاصبع وفي التعليم انه ما لازم ولازم وهول الاخبار. وبعدين فتت انه على دومين التي في، ويعني ايه لا اكيد هن داعميني وبيعرفوا شو مربيين، يعني بالنهايه كل شيء بيرجع للبيت، فهن بيعرفوا شو عندهم وانا ماشي على، يعني مشبعين فيني وحتى شبعناهم ببناتي. يعني دائما البيت نفس الدومين او حيلا دومين بالحياه، الانسان ما بيبقى هو ذاته لانه بهيدا الدومين، بيبقى انه شو تربيته وشو بيته وشو خلفيته، فمشينا مع هالخلفيه بكل الدومينات. فهن على طول، يعني انا مرقت بكثير مراحل بحياتي، اخواتي الشباب، البابا توفى كنت انه بعدني باول الطريق اذا فينا نقول، لانه عمل كانسر الله يرحمه توفى. رح نحكي عن الموضوع. فالماما واخواتي يعني ضلهم داعميننا دائما. والدك توفى من ورا مرض الكانسر وتعذب لكذا سنه، شو بتتذكري بهيدي الفتره؟ هو لا ما ضاين كذا سنه، كذا شهر. كذا شهر. البابا لما اكتشفنا كان عامل ميتاستاز، و ريان هيك مبلشي، فالحكيم قال انه بداين 3 شهور، بس هو ضاين 9 شهور، بس ايه كان فيه عذاب كتير، كان عارف حاله مريض بس انه ما حطيناه بالجو انه هالقد. فهيك كانت المراحل صعبه، يعني كنت بالتي في بوقتها، اجي من التي في صاروا بالمستشفى هن بحضروا لي القطن والديماكيان، يعني بيجي لعنده دغري على الاوضه بيعطوني لشيل الميك اب لتعميل لكذا، انه بحب كان ياكل من ايه. هلا الماما حرام على طول معه، واخواتي كلهم بيهتموا فيه، بس انه هيك انا الدلوعه، يعني اخواتي لانه شبابه اكبر مني، فهي هيك صارت القصه انه هن تركوا البيت قبل وراحوا على الجامعه وكذا، انا بعدني صغيره فتعلق، صرت انا الـ بالبيت معه رفيقته يعني. فكان يحب انه اقعد حده خبره اخباري هيك، يعني سليه انا اخترع اخبار وكذا، واجبره لياكل لانه ما كان عنده نفس اكيد لياكل. تعذب حرام كثير، وبيتفاجئ الواحد انه البابا كان كثير صحي وكثير بيمشي، يعني انا طالعه بحب المشي كثير من وراه، بيمشي ساعتين الصبح ساعتين العشيه، يعني تصور. وعندنا جنينه بيهتم فيها، بيوعى بكير كثير، بعدين بيروح على مكتبه، واصلا بيروح على الورش كمان انه، فهيك هيك الله رد. الله يرحمه. الله يرحمه. إذا بدك توجهي لهم رسالة اثنيناتهم لوالدتك ووالدك على هيدي الكاميرا، شو بتقولي لهم؟ بدي أقول لهم أول شيء إنه اشتقت لهم،
في مراحل قطعت فيها، يعني فكرت انه يا ريت هن حدي، وبنفس الوقت قلت منيح انه هن مش حدي لما يتعذبوا اكثر. بحبكم كثير، ويا رب تكونوا انتم اصلا انه ماي انجلز بالسما، بس ان شاء الله تكونوا راضين عني. الله يرحمهم، اكيد كلنا فخورين فيك. ثانك يو حبيبي. ريتا تجوزت على العمر 18 سنه، بتعتبري انك تسرعت شوي بهذا القرار؟ ايه كثير. انا ما بشجع ابدا الزواج بكير، بس طبعي عنيده وكنت مقتنعه انه هيك لانه بحب نوعا ما الاستقلاليه، فافتكرت انه هيدي هي حفله نرقص ومنغني وبعدين بصير عندي بيتي لوحدي وهيك، يعني افتكرتها هي يعني بس الجازة. فبتذكر البابا الله يرحمه بعد ما خلص انه نحن بالعرس، يعني اجوا اهل العريس ومدري شو، صاروا سيارات تحت، ما الخبرية يعني عم بطلع لننزل على السيارات اخر مرحلة يعني لنروح على الكنيسة، بسكر باب البيت بوجهي، بطلع فيه انه شو بك بابا تأخرت انزل، قال لي بعد في مجال تقولي لا؟ إذا ما بدك ما بدك، أنت مقتنعة باللي عم تعمليه؟ قلت له بابا هلأ نط، قال لي ينطروا ينطروا، فينا نلغي كل شيء هلأ أو خلص. قلت له لا لا بدي روح، قال لي أكيدة؟ قلت له إيه إيه. أنا شو إنه بس أنا شو خلصت الحفلة بدي أرجع معهم على البيت، العرس خلص. بس لما قلت له، لما سألك أنت مأكدة؟ قلت له إيه إيه. بتندمي إنه قلت له إيه؟ هلا اليوم بندم لك؟ انا ما يعني بندم على قصص، انه بندم على خياري، هو بحد ذاته خياري كان غلط، يعني انا نقيت شخص غلط منه لإلي، بس ما بندم لانه عندي احلى بنتين بالدنيا الله يخلي لي اياهم. يعني هيدا الشخص الغلط، بس يعني من ورا هيدا الزيجه اجى لإلي احلى بنتين يلي هن العكايستين الحقيقيه لإلي، يمين وشمال، يلي ان شاء الله بيضلون كل حياتهم عكايزات. اكيد كنا عم نحكي انك جوزت، لكن ما بندم. كنا عم نحكي انك جوزت بعمر صغير، شو شعورك لما يقولوا لك انكم اخوه انت واولادك؟ بنبسط، يمكن هيدا الشغله الوحيده يلي فينا ناخذها بوزيتيف من الجازه بكير. قلت لك انا ما بحب الجازه بكير لانه بتحرق لك مراحل بحياتك، كان لازم عيشها، عيش كل مرحله مثل ما لازم، فانا قطعت دغري على مسؤوليه، وانا شخص اصلا بيحمل مسؤوليه كثير، فدغري كمان جبت بيبي، مش انه تجوزت وما جبت بيبي، فدغري فخلص تغيرت كل حياتي. بينما الشغلة الوحيدة انه على كبر، انه انا صغيرة وبناتي كبار، يعني هاي الشغلة البوزيتيف الوحيدة، بقيت ما تبقى انه لا ما بحبسه. اليوم ريتا إذا سينجل مام، جابت اكيد بنتين ميشيل وستافي تسلم عليهم ومهضومين وكثير حلوين، بس قد ايه صعب تكون سينجل مام بمجتمع شرقي؟ ليك صعب، صعب كثير. هلا انا صحيح شخصيتي قوية واخواتي الشباب اكبر مني داعميني، وانا يعني دائما بفكر انه بدي امشي بطريق خليهم يضل راسهم مرفوع تجاهي، ولا مره يخجلوا بشي عملته، والماما اكيد عايشت معي بالبيت يعني من بعد طلاقي، وهذا الشيء كان دعم كثير انه بين جيلين، يعني بناتي استفي ومشربيو بين جيلين، بين الماما يلي اوريدي الماما مجوزه بعمر فوق 30 بوقتها، قالت لي كيف انا هيك وانت بدك تتجوزي على 18، فالماما اكبر مني وانا صغيره، فكنا ثلاثتنا بالبيت نقول لها تيتا، فهي عندها من ميله انه مواكبه معنا وجارنا، وعندها من ميله انه بعدها كمان هيك على رشيا وعلى الضيعه وعلى التعليم، فهيدا ساعدهم انه ربيوا بين انا مثلا قصص بسمح لهم فيها والماما قصص ما بتسمح لهم فيها، فهيدا عطيهم توازن وربيوا باخلاق حلوه. أكيد. يعني كمان أكيد. طلعوا مع هالجيل الجديد مواكبين العصر بس باخلاق. انا اتصلت مع ميشيل بنتك وحب اسالك سؤال، شي مرة ندمتي انك جبتينا على عمر صغير؟ وقد ايه هذا الشيء يمكن اخذ منك فرص وحقق لك هيك شكل لك تحدي صغير؟ لا ما ندمت ابدا ابدا، قلت لك انه احلى شيء صار معي انه خلقوا ستيفي وميشيل وبيضوا لي وجهي، وان شاء الله دائما يعني من المدرسة لاخلاقهم لتصرفاتهم لحنيتهم، كل الحلقة عم بتكرر
لا وقفتهم حدي ولا هني، يعني عن جد مبيضين لوجهي والله يخليهم يعطيهم ايام حلوه. فابدا ما ندمت لانه عندي انا بالنسبه لي احلى بنتين بالكون. وشو بعد؟ شكلك هذا الشيء تحدي واخذ منك فرص؟ يعني سرق منك فرص؟ هلا شكل لي تحدي اكيد، وانا دائما بقبل التحدي وبتحدى حالي حتى، يعني اذا موجوعه بتحدى حالي لاتخطى. لما حط براسي انه انا بدي انجح بشيء بدي كسر راسي وانجح فيه، فاكيد شكل لي تحدي كثير كبير، وبعتبر حالي كسبت التحدي لهلا ان شاء الله اقدر كمل. روح مني فرص يمكن اجلتهم، في قصص كثير اجلتها بحياتي. في يمكن التمثيل، كنت اعمل دعايات بمصر وانعرض علي تمثيل من وقتها، بس انه انا كيف بدي امثل وغيب هالقد وبناتي. اكيد يعني في قصص كثير اجلتها بحياتي لانه انا ما بقدر، انا ام وعندي بنتين صغار كانوا، فما بقدر. بس يمكن اتس نيفر تو ليت، رجعت مثلت وبينت. هلا ما بعرف اذا كان اهم انه مثل قبل او في فرص روحتها او لا، بس انه بعتبر انه بالنهايه حياتنا بتبقى مرسومه وبنمشي فيها نحن، وفي قصص بنقول يا الله راحت علي، يمكن بعدين بنلاقي انه لا اجينا شيء احسن. صح. ما بعرف يمكن ايه كانت صعبه لما طلقتي وكانوا ميشيل وستافي صغار، تبرري لهم ليه طلقتي وشو كان السبب؟ ما بعرف اذا بتعرف انه انا اللي رفعت دعوى الطلاق. اوف. يعني انا اللي طلبت الطلاق، وهيدا الشيء اللي عملته اخذ وقت كتير لانه احنا ما مشي حالنا على بكير. فاكيد فكرت كتير، واكيد حسبت انه نحن كموارنة صعب كتير الطلاق، وفي قوانين يعني إذا أنا مثلا ماني مرتاحة ببيتي وعندي أولاد وتركت بيتي وفليت بدون أولادي، لكن طلع قرار المحكمة وكل هول الأولاد بدهم يبقوا مطرح ما انتركوا. فأنا كان عندي أول تحدي أنه أنا لازم أطلع مع أولادي، وهذا كان شيء كتير صعب لأنه هو عم يعني مش حدخل التفاصيل، بس عم بيعمل قصص يعني يعاند فيها، يعني هول اللي بيصيروا اللي لقلك كل الوقت. فأول مرحلة أنه أخذت أولادي ورفعت الدعوة لأولاد يبقوا، لكان طلع حكم المحكمة يبقوا معي. وبعدين المحاربات بالمحكمة بس للتحدي على الأولاد وعلى الأخبار مين بده يخدون، لبعدين كسبت أنه أنا أخدون. وانس أخذت الأولاد وكل شيء، قال هن ما زال معك الأولاد، هو بطل بده يتعرف على شيء، فراح غيب وعمل حياته ونسي أولاده كليا. أنا يعني رح احكيها بصراحه، ماديا ما كان بدي شيء، وتنزلت له عن كثير قصص. اذا هن العائق المادي وهول التفاصيل يلي بحط الواحد الحجر ليعرق لك، المهم انا اخذ الاولاد. بس انه لتوازنهم العاطفي والنفسي، انا اكيد بحبس انه يكون موجود بحياتهم ولو حتى لمراحل يعني. فهو اختار غير طريق، وساعتها نحن صار تعبنا أكثر بالبيت ومع إخواتي ومعي ومع الماما لنشتغل على التوازن النفسي تبعهم. والحمد لله يعني بعتبر أنه نجحنا إلى حد ما، بس أكيد أنا بحكي عنهم أكيد في شيء بقلبهم يعني، بس أنه اشتغلنا ليكون فيها التوازن إلى حد ما. خلينا نحكي شوي الأمور مثل ما هي. أنت وبي ولادك ما في علاقة بتجمعكم مع بعض، هيدا الانقطاع هلأ بتشوفيه منيح أو لا ما كان لازم يصير؟ كل شيء صار هو لازم يصير. بالنسبة لإلي أكيد بده يصير في انقطاع، خلص كل واحد عمل حياته. وبالنسبة للأولاد قطعت المرحلة وعملوا حياتهم يعني، وأنا بشوف هلأ شو الماضي راح يعني ما بهمني بقى، طوينا الصفحة، صفحتنا الجديدة نحن عاملين حياتنا وبأحلى ما يكون مثل ما نحن شايفينه. كمان تواصلت مع بنتك ستافي، وحبها هيك كمان تسألك سؤال. بتعتبري لو كان في شخص رجل معك بهالعلاقة عم بيساعدك ويشاركك بكل شيء كان أسهل لإلك؟ ولا ما بعرف إذا أسهل أو أصعب. هلا أنا بعرف إنه أنا كملت حياتي لوحدي،
وعملتها بأفضل طريقة اللي أنا شايفتها فيها. الرجال اللي قطعوا بحياتي يمكن كمان مش هينة، يعني مع أم عندها شخصيتها، عندها مسؤوليتها، أولادها خط أحمر، منظمة حياتها، إنه هيدا البارت هون ولادي معي بكل شيء، بس إنه هون شغلي هون كذا. كان عندي كمان أمي موجودة معي، يعني بعتقد كان صعب إنه الرجل يخرق كل هولي. فمنشان هيك بحس إنه اللي عملته هو كان الأزبط. بس شي مرة انغرمتي من بعد الطلاق؟ ايه. هول الأشخاص كانوا أشخاص معروفين بالدومان أو لا؟ بيغنوا؟ لا. بيمثلوا؟ لا. بالسياسة؟ يعني بيمثلوا إذا بالسياسة. طب بالسياسة بيمثلوا؟ بدك تحكي يعني؟ بدنا نحكي. نايب؟ إنه هلأ بالسياسة إنه شو بده يكون؟ يعني نايب أو أكتر؟ أكتر. نايب أو نايبين؟ نايبين. إنه بدل واحد اثنين؟ بدل واحد، ما في أسألك مين، بس إنه ما هيك مين؟ بعد في تقولي لمين بس. جوجلو. كتير انكسر قلبك وانخزلت من وراء الحب، ومرات وصلت على الزواج وما صار في زواج. بتعتقدي انه بتخافي ترجعي تعيدي تجربة انه تتجوزي، لانه بتحسي انه رح ترجع تنقطع العلاقة من بعدها؟ هلأ هولي عدة اسئلة بسؤال واحد. انكسر قلبي، انا ما بحب الكذب. أغلب الأحيان اختياراتي خاطئة. هلأ ليه ما بعرف، بس أنا بلوم حالي، يعني بحس أنا أنه خياري غلط. بينكسر قلبي لأنه أنا صادقة أو بعطي كتير وما بلاقي مقابلة، يعني بالنهاية بلاقي أنه أكيد بالأول بيكون شيء وبعدين بيصير شيء تاني، أو ببين الشخص على حقيقته، خلينا نقول يعني مختصر مفيد. فبحس أنه هلأ بفكر أنه لا، منيح لما كملت مع ناس معينين. أكيد أحسن، وأنا هلأ أحسن بكتير وأقوى بكتير أكيد، وبلاقي أحسن أكيد. عرفت كيف؟ بتقولي يا ريت لو ما صاروا مع النايبين أو لا، ما خصوا نيني بالموضوع. لا، في واحد بريء وواحد مش بريء. في سؤال تاني من ستافي. قد ايه سألوا؟ ساعدوني بإعداد الحلقة كمان. بيسألوك إنه بتحسي إنه في، يعني إنه في أكيد أمات وأولادهم إذا كان العمر قريب على بعضه بيصير في منافسة بيناتهم، فبتحسي إنه صار هذا الشيء بيناتنا أو لا ما بيصير؟ لا لا أبداً. بس إيه مزبوط، هيك كنت أسمع أوقات بتعرف بهولي عند الكوافير ومحل التياب وهيك، تبقى عم تحكي انه مدامات معينين، انه مثلا بنتي كذا وهيك. انا كنت فكر اقول انا كيف هيك، انه no way. لا، نحن كتير قلبنا على بعض وكتير منساعد بعض، ما في شيء. بس في هيدا مين بتحبي اكتر؟ ستافي، ما زال ستافي، رح اقولها افضحها. لي هلا ميشيل منا هون، قولي انك بتحبني اكتر. عطول لعن. وهن وصغار كان في كمان هيدا من ميشيل، كان في انه لازم واحدة على اليمين واحدة على الشمال. يعني بالسيارة بدهم يقعدوا حد بيناتهم، بالمطعم عطول قاعدين على نفس الصف. نحن ما في انه مثلا حدا بوجه، ما في ابدا ابدا، يعني في خناقه. ريتا، انت بلشتي بدومين الموديلينج، رجعت انتقلتي على الاعلام، ورجعت انتقلتي على التمثيل. قد ايه صعب تنتقلي من مجال للثاني، وقد ايه صعب كمان تقنع الناس وتثبتي لهم انك انت قدها؟ بشتغل على حالي كثير، لانه انا الفشل موجود بالحياه والفشل بيولد النجاح، بس بحب نسبته تكون قليله، ما بحب افشل بشيء. فبشتغل على حالي كتير. بالإعلام اشتغلت كتير على حالي ونوعت باللي عم بقدمه.
وبعدين بالتمثيل كمان لاني ماني دارسه تمثيل، فبرايفت سيشنز مكثفين ان جنرال، وبعدين على الاعمال القويه اللي كانوا ادوار صعبه واخذتها بطوله ولازم اشتغل على حالي، الى ان وصلت لهون. ودائما بحس انه الانسان لازم يعني ما بيوصل، لا يعني عطول بحب راي اخر، بتقبل الملاحظات، بحب اتقدم أكيد. يعني ما بزعل ابدا لما حدا يعطيني ملاحظه، حدا هيك وتحسها من قلبه، يعني مش انه حدا في منهم بدهم يكسروا فيك، لا بعرف انا شو بشتغل، بس بحب اتقدم دائما. بس قد ايه بتدفعي ثمن نجاحك؟ دائما النجاح له ثمن. في ناس ما بتحب لك النجاح، ما بتحب لك الخير، في ناس بتحب تكسر هيك، يعني في امراض نفسيه كثير بالحياه يعني. فاوقات بعرف بطنش، واوقات ناس بحبها بس بعرف انه عندها توك معين بطنش كمان، اللي بيطنش عنه بجرب غض النظر يعني. بس انه دائما النجاح حلو، ومحبة الناس حلوة كتير أكيد. ولما يوقفوك بالطريق حلو أكيد. لما يحكوك ولما يزقفوا لك، يعني هن اللي بيطلعونا لفوق 100%. بس انه بنفس الوقت كل شيء له ثمن، بس انا بجرب انه يكون ثمنه اقل وعيش الفرحة اكتر. اكيد. 16 نوفمبر 2021، نهار يلي تغير في حياتها لريتا. اذا بدك توصف هيدا النهار بكلمة قبل ما نفوت بالموضوع، بكلمة. صعب صعب ريان، كتير كان قوي. تغيرت حياتي والأثار بعدها كل حياتي حتبقى، يعني خلص صرت غير إنسانة. هل قد أثر فيك؟ كتير أصلاً، هو كان صعب كتير بس الحمد لله يعني قطع. الليلي اللي بيعرفوا أنه ضل شهرين في نزيف براسك وانطحن وجهك بالأكسيدنت، عن جد الليلي اللي بيعرفوا، لأنه لليوم في عالم تقول ليش أنه أنت إجرك أنه كمان وجهك. نحن ما حبينا أصلاً يعني نفرجي هالصورة اللي كنت فيها، ويلي هو أحسن يعني. أنا ما بحب هيدا يعني أنه هو شيء كتير بيوجع، أنه والعالم أوريدي يعني حرام، محبة العالم كانت كتير كتير قوية ريان، ما بتتخيل بتتخيل العالم قدي صلت لي، ما بعرفها قدي نداروني يعني، عن جد مرسي هالمحبة وهي الصلوات لأنها اجتمعت كلها. الأقرب الناس لإلي أكيد بعرف إنه حيعملوا هيك، بس ما توقعت يعني. في كتير عالم قالوا لي ريتا عن جد الناس بتحبك، ما بتصدقي قديه عم بيصلوا لك، ما بتصدقي قديه خايفين عليكي. وهالصلوات يمكن لما اجتمعت كلها الحمد لله طلعت أكيد. أنا من يلي كنت فيه، لأنه غير اللي صار الكومبليكيشنز اللي صار معي شيء جنون يعني على مراحل، يعني غير إنه الأكسيدان شو صار يصير معي بعدين كان غريب. رح نحكي عنهم. شو كانوا الأفكار يلي كانوا عم يقطعوا براسك لما عرفت خصوصا أنه انطحن وجهك ويمكن ما تقدر ترجع تطلع على التيفي؟ وبعرف أنك فكرت بهالموضوع. فكرت بس ما بتصدق القوة الإلهية اللي انوجدت فيني. دغري شلت، لأنه أنا من العملية لما قدروا يعني أكيد قلت عن راسي، كان عندي دم براسي 7 ملي على اليمين وعلى الشمال، وكانت انه تحت الخطر، ولا اخذوا اوكي من حكيم الراس لا يقدروا يعملوا اول شيء اجري، لانه كمان خافوا من جلطات، ولا بعد 6 ايام لا قدروا عملوا عمليه وجهي. فراح صوتي ووجهي انعملت العمليه، مشان هيك ما في سيكاتريس من برا، بس هو كله تايتانيوم وجهي. فالعمليه انعملت من عيني من هون هيدا العين، ومن تمي من جوا، فالقطب جوانية وعيني أكيد يعني صارت هالقد يعني، إنه كانت غير شكل كليا يعني، وجهي كله مشوه، وعملت التهاب وعادت العين الثانية، فصرت لا بقشع لا بحكي ومشوهة، وما بعرف إذا بمشي أو بعرج يعني كله على بعضه، لأنه إجري مش مكسورة، إجري مطحونة كمان.
ومن ميلة إجرك الفخذ وتحت كله كان كله من هون ايه كله كان مطحون. فأنا مش إنه فكرت إذا برجع، أنا شلت هول الاحتمالات، أنا قلت خلاص يعني إنه دغري دغري، ولا صار عندي أسف على الموضوع يعني ما بعرف كيف، إنه مش إنه أنا شو بدي أعمل، أنا شلتهم هيك ما بعرف كيف، كيف إجتني هالقوة إنه أنا عندي انمحت كلياً، إنه أنا خلص إنه مقدمة برامج إعلامية ممثلة ما بعرف شو هولي شلتهم خلص راحوا، أنا بدي عيش بس هيك عم فكر كرمال سافي وميشيل وكرمال أهلي واللي بحبوني، بس ما كنت عم فكر غير بالسافي وميشيل، إنه قول أنا إنه لا هن بهيدا العمر بعدهم عايزيني، بعد ما قادرين يستقلوا لوحدهم، نوريتا لا بعدهم عايزيني، وأنا من هن وصغار عندي مسؤولية ولازم كمل، عرفت كيف كنت عم فكر؟ ما خلصت مهمتي، أنا بدي كمل، بعدهم عايزيني، يعني أنا بعتبر إنه أنا أخذت القرار إنه كون أنا وياهم ونكمل، فما فيني أقطش، هيك كنت عم فكر، ما فيني إنه سوري يعني ما فيني بدي كمل. وبعدين بالمراحل أنا بعتبر إنه لما الام بي سي أخذت قرار إنه بدنا ننطرك ونكمل كمان، عطيني دعم كتير كبير، يعني يمكن لو قالوا لي ارتاحي ويلا بالعمل التاني بتكوني معنا يمكن كان اختلف الموضوع. فهيدا إنه الكل ناطرني وأنا بطبيعة تفكيري إنه خلص بدي كيف مطحونة بدي أطحن كل شيء وأمشي، يعني أنا حتى الحكيم بآخر تشيك أب قال لي ريتا أنت كتير كتير ساعدتينا، يعني نفس الحالة تبعيتك مع غير مريض ما كنا وصلنا لهون. أكيد الحمد لله كتر خير الله. أول ما رجعت أمتى وشفت ميشيل واستفية شو أول شيء قلتي لهم إياه إذا بتتذكر؟ أنا أولادي كانوا بفرنسا وقت الأكسيدة لما أجوا لما لأول ما عرفتها، يعني بدك أكتر من أنه فاتت بنتي عم تحكيني، عملت هيك أنا قلت لها ميشيل ها أول هاي أول من بعدها يعني ما بعرف شو بدي أقول لك، أنا كنت يعني على المورفين و كنت قوية كتير، وبنفس الوقت هيك مبسوطة فيهم حوالي، يعني إخواتي نجيب وعماد أصحابي مادونا ميشا كتير يعني كانوا موجودين معي كل الوقت، وستافي وميشيل أكيد، والناس رايحة يعني هيك عم تغلي، يعني المستشفى والممثلين وهالنجوم وهول بتعميني وهذا اللي بيشقلني بيساعد، يعني عن جد كانوا أكتر من إخوة كلهم لإلي، بحبهم كتير لأنه الإنسان بتعرفوا بهالمواقف. بس ستافي وميشيل يعني بتضايق أنه حطيتهم حتى بموقف أنه هالقد يعتلوا همه، يعني هني لما عرفوا الخبر ميشيل بعدين بتخبرني أنه ما عاد فيها تمشي، يعني ما عرفت كيف سافرت على المطار، إجريها ورموا هيك، يعني بتضايق أنه حطيتهم بمسؤولية كتير كبيرة بعمرهم وخليتهم كمان هيك على طول بدهم يبتسموا بوجهي بس بدي اقول لك شيء، انا عرفت وتواصلت لما تواصلت معهم لميشيل وستافية قد ايه كانوا واقفين حدك، قد ايه كانوا ناطرينك عن جد كتير حرام كثير، ممكن انت ما بتضايق عليهم بعرف، بس يمكن انت ما كنت بتتذكري وقتها، بس كثير وقفوا حدك، وقد ايه حلو انه الشخص يعني الاشخاص اللي انت ربيتيهم واهتميت فيهم هن يهتموا فيك بعدين لما انت تعوزيهم، فاكيد بدي اهنيك عليهم والله يخلي لك اياهم. ما انا لما اتسال عليهم بقول لهم بدكم تردوا كل شيء، ورديته رديته فوق قلت لهم بس عن جد ربيت ولقيت، بس بتضايق عليهم والله، يعني انا لما صرت منيحه قلت لهم سوري، على شو عم تقول؟ قلت لهم سوري انه خليتكم يعني انا ربيتكم واجباتي، يعني انا بعتبر الام انه شو بدها تقول لهم، عملت لكم خلص يعني متى ما جبنا هالولد على الحياه نحن كله هيدا انه ما بدنا نقلد جميله حدا، هيدا وجباتنا نعملهم، بس هن فيهم ما يعملوا هالقد، يعني انا بفكر انه لا مش وجباتهم هالقد، بس هن عملوا اكثر من وجباتهم حتى. اكيد حج عامله حالك حامله على الجايزات، قد ايه سمعت هيدي الجمله وقد ايه اذتك؟ وسمعت كثير مثلها
لا سمعت أوقات، بس عن جد لأقول إنه هاي نسبة كتير كتير قليلة، لأنه حكيت قبل إنه محبة الناس كانت كتير قوية، ولهلأ بيتواصلوا معي إنه عنا كيس مثلا، يعني بيعتبرون إنه هلأ بيشوفوني مثلا بنط بمشي بلبس كعب، يعتبرون المضل بهيدا الموضوع لإلون. بالنسبة لناس حرام الله يشفيهم عندهم كيس مثلا شبيهة، بس في ناس مثلا يشوفوا على الكيزات يقولوا لي طب هلا كل الناس كسرت إجرة، إنه لك 6 أشهر وبعدك على هالكيزة ماشي الحال، إنه بعدك كأنه أنا عم بستعطف. أو في منون من وراء المسلسل افتكروا إنه افتكروا ما هن حاطين ريش، إنه جوال بستيلتو إنه ريش وكذا، إنه لنعمل الكاركتير يعني، فافتكروا إنه أنا هول بس للتمثيل، إنه وين كيزاتك؟ بتلاقوا فينا بالطريق. بلون يا جماعة كانوا عكايزاتي أنا بحاجة لألون، بس نحن لا. قال لا كيف؟ ما كل العالم هيك بتقلدك بتحمل عكايزات. قلت لهم بس كمان ما بيعرفوا، بس إنه هن منهم أكسوار يعني، هن أنا كنت بحاجتهم. وفي ناس ما بتعرف الباك ستيج تبع ستيلاتو، إنه كنت تضلك واقفة وعملت عملية لأني كنت عم توقفي وما كان لازم، وإني كنت تلبس كعب أنت وعم تتعذب. أنا ما لحمت إجري، وأنا صورت كل ستيلاتو إجري مكسورة يعني منا لحمة، بس أنا مش كل يوم يعني، في موعد محدد لنعمل الصور. فعملنا الصورة وهون يعني كانت صدمة لإلي إنه بعدها هيك مكسورة، وبدي أعمل زرع عظم وبدي أكمل العمل خلص، إنه دفشنا كتير بالوقت ما عاد فينا. فقلت له حكيم قد إيه فينا نكمل؟ قال لي ما بعرف يعني، هلا انت البراغي والشناجل والما بعرف شو هن المهدين، بس ما فينا هالقد. ومثل ما عم بسمع انه في مشاهد هلا جايك مشاهد قويه يعني فيها اكشن وفيها كذا، قلت له بليز قد ايه فينا؟ حتى هن الانتاج ما بدهم يتحملوا مسؤوليه، لانه هو قال لي انه لانه كان في ماده بده يجيبها من برا، قال لي بعد جمعتين. وفت على المستشفى وصار معي عارض حسية وطلعت وكذا، قلت له يمكن إشارة أنه ما أعمل هلأ العملية، تعطيني شهر وشوي. كلهم قال على مسؤوليتي، كتروا على مسؤوليتي، لكن بدي أقطع هلأ. كان بعد عندي تصوير من بعد العملية يعني، رجعت فت مستشفى قعدت شهر ونص وكومبليكيشنز ورجعت، بس كان عندنا آخر حلقة بلوكيشن مضطرين نسلمها، ويلي هي آخر حلقتين يعني 89-90 فيهم فايت كتير قوي يعني، اللي حاضر المسلسل بيعرف. فكلهم هول وبنصهم بدي كب العكايزة يعني، فيقولوا لي كيف ريتا؟ قال لهم تعملهم منيح يعني، خلص عرفت كيف أنا بتيس أكيد. قلت لهم خلص مكسورة مكسورة، وفايتة أعمل عملية، فايتة أعمل عملية، خلص روحوا للآخر. فعلى مسؤوليتي وعملتهم. أدي تغيرت وجهة نظرك للحياة من بعد الحادث؟ أدي عرفت قيمة حياتك؟ هلا أنا بعتبر إنه خلقت من جديد وقصيت جاتو يعني، على الشهر وعلى الشهرين وعلى السنة. أكيد أنا ما خلقت من جديد يعني، قطعت فيه مش هين أبدا، بيوجع كتير، بس الحمد لله قطعته. وحسيت إنه عن جد الواحد بالإرادة القوية ومع العلاج الصح، ومع يعني مش عم بحكي بس الإرادة يعني، مع كل شيء ينعمل مظبوط، وإذا توفر وإذا هيك إنه صلاتنا وحطينا براسنا إنه ما نقطع وما نستسلم وما نيأس. الدعم كتير مهم، والعامل النفسي كتير مهم، واللي كان حوالي كانوا موجودين معي أو كانوا برا عم بيدعموني، حتى إذا ما كانوا حد كان في دعم كتير التليفون. على التليفون بشكل يومي وعلى عدد الساعات. فمنقطع يعني النفسية والدعم والإحاطة اللي كانت حوالي، هاي نعمة لوحدة من الله، والمحبة هاي نعمة لحالة، والإيمان فيني أنه حتقومي خلتني أنا آمن بحالي أنه حقوم. فأنا بعتبر أنه قطعت يعني تونال، بس قطعته أكيد، قطعته واستمرت، وإن شاء الله لا أنا ولا غيري منقطع بشي صعب هالقد، بس بالنهاية الواحد بيقدر يتحدى كل شيء ويكمل. وهي أنا كملت واقفة هلأ على إجرية وكتر خير الله وقطعت. 2021 كانت أصعب سنة بحياتك، توفيت والدتك، صار الأكسيدان، وبطلت على العلاقة مع شخص كان عندك أمل فيها. إيه كانت صعبة كتير 2021،
كتير. أول سنة دغري توفت والدتي، وبداية السنة كانت أنه صعب علي وعلى البنات لأنه عايشة معنا بالبيت. بعدين قطعت علاقة مع هيدا الشخص يلي هو اقتحم حياتي وهو اللي كان عنده أمل أكتر، بس لوضح بس أنه صار شيء أنه مش مفهوم وغلط ومنه لايق. وبعدين صار شيء حلو أنه أنا جزء من استيلته، لأنه من أول ما انعرض علي حبيت فكرته كتير، وصرت أحضر النسخة التركية وتعلقت بدوري كتير، فكنت سوبر سوبر محمسة للدور. خايفة أكيد أنه خطوة صغيرة، وأنا قلت لك بفكر كتير بس سوبر محمسة. رحت، ورحت معي بنتي ميشيل، كانت مرحلة انتقالية للدراسة، فراحت معي، فرحنا سوا ومع بعضنا وبلشت فوت بالجو وكتير مبسوطة، وبلشنا نشتغل وكتير هيك بلش يطلع كتير حلو الدور وكله. صار الأكسيدا، فقلت أنا مش معقول، يعني شو هالسنة هاي، أنه معقولة أنه هيدا الشيء الحلو أنه أرجع أخسره يعني. فهيدا يمكن كمان لما عطوني أمل، قلت أنا بتذكر أنه بناتي قالوا لي أنت جاية هاي، لما يعني بعد ما وعيت وأنا غبت 3 أشهر ورجعت بأول يعني وقت الحادث أول عملية، فوقت بدي أرجع قالوا لي أنت جاي لهدف تعمل ستيلتو، بدك تعمليه أنت جوال، ورح تعمليه، أنت ما تفوكسي هلأ غير أنك تعملي دورك بأحلى ما يكون، سي كل شيء وركزي على نصك، ركزي على دورك. تصور أنه بنات صغار عم بيقولوا لي هيك، ما معقول. شو كان يعطيني دعم هيدا الحكي؟ أنا وعم بمثل شو ما كان، تعبانة ما تعبانة شو ما كان، ما فكر غير بهالكلمة أنه أنا جاي لأعمل جوال، بدي أعمل جوال أحلى ما يكون. شو هالتاتو يلي عملتيه على ايدك؟ هلا انا ما شفته، بس في تاتو على ايدك انت وميشيل وستافي ثلاثتكم، فيك تفرجينا اياه؟ ايه. شو هيدا؟ شو بيعني؟ هيدا لما توفيت الماما انا وستافي وميشيل، هو التاتو الوحيد اللي عندي اياه انا. وهن كمان سلا ستافي عملت تاريخ ميلادي تاتو. هيدا التاتو كان سوربريز يعني، عملت لي كادو ها جديد. بس هيدا التاتو الوحيد يلي هو ام ماي وانجل، لانه هي الانجل تبعنا بالسما، فعملنا ثلاثتنا بنفس المطرح. الله يرحمه، الله يخلي لك اهلك، خلي لك الماما الزغطوره الحلوه. ثانك يو. قريتك انت حاطه الارم انه في حلقه اليوم احسن ما تنسى. أنا عايشة على الألارم. بعرف هيك قالوا لي أصلاً يعني. مش ألارم واحد، مثلاً ألارم لا أوعى. ألارم لا تيك. ألارم كل شيء. كل شيء. ألارم إنه حضري حالك. ألارم قيسة مثلاً يوم لأنه قيست محتارة شو بدي ألبس. ألارم مشي. ألارم مشي لا تعملي ميك أب مثلاً. ألارم مشي على الحلقة. هيك. بضل تن تن تن. وإذا ما ده. الحلو أوقات بتفهم بدون ما أطلع. بس هيك. إذا ما دق في شيء غلط بالبيت. يي لا كلهم. خلاص ألارمات. كل الوقت مثلا عشية نازلة عم بحط ألارمات. والله خلاص والله معقول تنسى إنه عندك تصوير على الألارم. شو قصيت نسيت جزدانك بستاربكس؟ لا إنه هلأ خبرت. لا أنا كنت بعرفها من قبل، مكتوبة من قبل. لا محضر منيح معهم. لا ستاربكس ما هلا، انا ما لي زمان جيت من اسطنبول، فعم انه هيك اول ظهره على ستاربكس برمانه قاعدين برا والطقس بعقد وما بعرف شو هيك ومليان عالم، مشوا بنات هن عم بجيبوا السياره وانا هيك ملتيه على التليفون وماشي، وبتعرف انه مساها هيك والشعر لورا ما بعرف شو. مدام 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 انا ما رد، مدام مدام رح أوصل على السيارة بعدين، إنه عرفت هيك عملت هاي البرمة إنه شو. قالوا لي هيك حرام لحقني الشاب مدام مدام، وكل اللي قاعدين برا كلهم صاروا عم بيطلعوا شي برمت شو. قال ناسية جزدانك؟ قلبت هيك قد الكمشة، حمرت طلعت كلهم عم بيطلعوا فيني. قلت شو بدي أقول له؟ قلت له مع إنه
معقول يعني شفت انه معقول في حدا بينسى جزئين وصرت اعمل له هيك صار سكتش صاروا يطلعوا فيني انه له ساعه مدام وانت عامله انه انت اللي ما بتردي وجزئيني من هون لهونيك يعني انه معقول ينتسى انه حملت جزئيني وفلين مزبوط انك بتمثلي منيح كلنا بنعرف هذا الشيء بس ما بتعرفي تمثلي على الناس يعني اذا شي نهار بدهم يعملوا سربريز لحدا وهيك ما بيخبروا ريتا لانه بتفضح الخبريه انا يمكن بمثل منيح قد ما بيتحرك وجهي. على ايه على وجهي يعني بيقولوا لي كل شيء فيك بيمثل لانه قد ما بعبر يعني انا ماشي انه دغري انه بزقوا العيون الهيدا بنفضح هلا دائما العالم عندهم انه اللي بيمثل معناتها انه هو كل الوقت كيف بدهم يصدقوه بيقولوا انه هو اكثر واحد بيكون حقيقي بالحياه شبع تمثيل على التي في كيف الدايت مع ميشيل هلا قبل ما اجي اصرت لاكل الكم كراكوتاي مع المدري شو من شان ما انه خبص بس انه ماشي الحال ضعفناهن في نوسه ما بتطبخي لما تكون ميشيل ميشيل هلا عتلانين هم بدها تروح على السامر سكول على ايطاليا طلعت انا وصرت مين بده يطبخ هلا وقدام ونقضي صور لنعرف قديه بدنا وبتقعدي مثل البيبي على طاوله بتنطري لهي تسكب لي هلا شو وقديه وهولي قديه صرت اعمل لي انه كلي هلا بقول لك قديه انه بدي اكل انا كمان بتقول لي بدي اقعد احسب لك يعني خلص ما عرفتهم قديه ما بتتروقي وماكسيموم 300 400 كالوري على الغداء قلتي حالي بس انت مضمنه على الكافي على القهوه اول ما وصلت لعندك شو قلت لك بدي قهوه بس ما انه يعني ما انتو يعني كمان تكون هيك هالقد قهوه عم بحطوا لي كراكه هلا عم يعملوها للركوه بس انه كثير تو ماتش الصبح ظهر عشيه قهوه انا مش فالي غير ما اشرب قهوه رح نشرب قهوه بس ميشيل بتعمل فيني ضرب بتحط لي صحن الاكل بتقول لي قهوه والله العظيم بيكون صحنه بالاكل بتقول لي قهوه بتبقى عم تطلع باختها او عم تصورني لنضحك ما ببقى شايفتهم انا بتحط لي صحن الاكل مثل عرفت كيف هيدا البيبي يعني صاروا هن انقلبت الادوار بتحط لي بقى ناطره ميته انا انه شو بدها تغديني بتحط لي صحن الاكل كون انا بعدني عم بتطلع بتقول لي قهوه بالله ايه كنا هي لا خلص بلا تقدم بقى شكلي ما بيقطع خلص بتقلي ما معقول ولا مرة بتقلي قهوة غير ما بقلها نشرب وكمان وصلني شكوى من ميشيل وستافي انه ما بتخلي حدا يحكي بدلك تقطشي وبتقطشيهم هلا على البريك شو قلت لها لإليان انا حكيت كتير بس كله بمحله شو بتكون فيه اكيد اكيد كله بمحله بدهم يشكوا انه هلا بس انه ما بتخلي حدا يحكي قالوا لي بتصير تلعب بدور الاعلاميه بالبيت حكيت اكثر مني انت لا قولوا بس تلعب بدور الاعلاميه بالبيت انا اولاد هيك قالوا لي يمكن لانه هلا غايبه عن الاعلام يعني بدي اتمرن اكيد اريد خلصت الحلقه بدي اسالك كيف كانت لا بشرفك كيف كانت أنا فخورة فيك أول شيء بدي أقول لك ريان عن جد أنه بعرفك من زمان وبحبك فترة كنت جاري بس أنه ما توقعت أبداً أنه أنت بفترة قصيرة تعمل هالنجاح كله برافو وإجي أنا يدق قلبي وقعت الهم وخاف لأطلع انترفيو معك يعني معقول فالدنيا دولاب بلا ما انا استضيفك استضفتني انت وانا كتير كتير مبسوطه بالنجاح اللي انت عم تعمله عن جد ثانك يو سو ماتش ان شاء الله تكون عجبتك الحلقه بتعقد ان شاء الله الناس تعجبهم الحلقه اذا حكيت كتير قطش لا مش رح اعطيهم المفيد بس لا تجرسنا ابدا دونت وري حضروا لي الامريكانو الله بيخليكم يلا 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 بدنا نقوم ثانك يو سو ماتش ثانك يو سو ماتش على الحلقه ثانك يو